يمكن في الحقيقة زي ما قالت لميا أخبار الفن والنشرة الفنية، لكن لسه مستمرين في أخبار مسلسلات رمضان، لأن امبارح بالظبط عدى 15 حلقة من مسلسلات رمضان كانت كلها أحداث مشوقة، سواء الأعمال الوطنية أو الاجتماعية أو حتى الكوميدية. يمكن في بعض الناس أحيانا بيفوتها حلقة من الحلقات، علشان كده احنا واخدين يعني عهد على نفسنا في صباح الخير يا مصر إن احنا كل يوم نعمل ملخص لما حدث في مسلسلات رمضان في اليوم اللي قبله. هنتابع يعني ملخص حلقات الأمس من خلال هذا التقرير لعدد من المسلسلات، أبرزها الكتيبة 101 والكبير أوي الجزء السابع وكمان جعفر العمدة. الحلقات ال 15 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، البداية مع الحلقة ال 15 من مسلسل الكتيبة 101 ووصول آسر ياسين لمعلومات مهمة بخصوص حكيم أو فتحي عبد الوهاب، وده من خلال تحقيق عرف منه هويته وإنه بقى بيشتغل مع التكفيريين وهو الشخص اللي بيدور عليه، وكنيته حكيم داخل التنظيم التكفيري، وده بيمثل ضربة مهمة ليها أهمية كبيرة. ترى في دنيا هو لا يلتقي بالرجال في أماكن عامة بالقيادات فقط، وهم اللي بيروحوا له إلا في مناظر، وما بيستخدمش أي أجهزة اتصال لا محمول ولا إنترنت، حتى حراسته غير معروفين لباقي القيادات. أبو حمزة كان بيقول إنه بيشك في صوابع عياده، وقبل ما بيروح لمكان بيتحرك قبليها لثلاث أماكن عشان ما حدش يبقى عارف هو راح منين لفين. تضمنت أحداث الحلقة 15 من مسلسل رسالة الإمام وقوع ابن الوالي في قبضة الأحواف، وجي لصهيب رسالة من العباس بن موسى بن عيسى والي مصر بيطلبوا بالعفو عن ابنه وإنه هيأدبه بدون تساهل. يفعل الرجال ما يقتضيه عليهم الواجب تجاه أهلهم، وقد فعلت هذا وأدركت ثأرك، وأنا آت على رأس حامية أتركها خلفي وأتقدم وحدي، وهذه يدي مبسوطة للأحواف، فإذا قبلت فقابلني ومعك عبد الله بن العباس ولدي، وأدبه على ما فعله دون تساهل، والسلام. في الحلقة 15 من مسلسل مذكرات زوج نصح رؤوف سلمى خطيبة أخوه إنها تصالح أبوه بعد الخلاف الكبير اللي بينهم واللي بقاله سنين، وده بعد ما سابها هي والدتها من سنين طويلة. رفضت سلمى في الأول، لكن كلام رؤوف أقنعها ووافقت تصالحه. أنا عارف ومقدر الوجع اللي جواك. فأنا مقدر؟ ومفيش علاج للوجع ده غير إنك تتصالحي معاه، لازم، علشان تحبي نفسك وجوزك وبعد كده أولادك. إحنا بني آدمين ولازم تعذري. لو ما قدرتش؟ اللي أعرفه عنك واللي حكاهولي سيف عنك يخليني أقول إنك تقدري تعملي أي حاجة. شهدت أحداث الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال زيارة عليا العمر في السجن، واتكلمت معاه وقالت له إنها على ثقة بإنه ما قتلش بوسينة، لحد ما عرف منها إن هي اللي راحت لها البيت وقتلتها. بوسينة؟ في الحلقة ال 15 من مسلسل السفارة بيصفر شفيق وبيرجع لحفل تقديم مشروعه برنامج سواح، وبيقف مع وجيه اللي أكد له على حبه الشديد له وإنه شفيق هيفضل قدوة ليه. طب أنا كنت عايز أقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا. مش وقته بقى يا وجيه، مش وقته. استنى يا وجيه، أنت عايز تقول لي إيه؟ لا، كنت عايز أقول لحضرتك إن أنا بحبك أوي، وكنت عايز أقول لك كمان ما تخافش، يعني أيا كان اللي هيحصل النهاردة انت مش هتقل في نظري ابدا. هفضل طول عمري شايفك اشطر واحد في الدنيا، وهفضل طول عمري بحبك وفخور بيك قوي كمان. كمان شهدت الحلقه ال 15 من مسلسل الف حمد لله على السلامه العديد من الاحداث. الدكتوره سميحه وصلت لانشراح اللي بتعتبر همزه الوصل بينها وبين الناس سوسو، حماه الدكتوره سميحه، واثناء اللقاء الاول بينهم لقت فوقيه. ايه يا واد
شخطه. الدبابه بتسالك تيجي امتى تقيس؟ ما تيجي زي ما تيجي. انت عايزه تاذيني؟ ما تقول لها تيجي، ما انا قاعده. يلا الله. يعني تجيلك امتى؟ ولا ولا طب لا ولا انجار. يلا انجار من الصفر. استفسر مين؟ انا ما فكرتش. اقول لها تيجي امتى؟ قلت لها تيجي زي ما تيجي. يعني تيجي تسال. شاهدت الحلقة 15 من مسلسل سوء الكانتو محاولة شحاتة إلغاء الشراكة بينه وبين المعلم عوض علشان يحطوا بين خيارين، وهنا سخر المعلم عوض من محاولة شحاتة للدعاء أنه أصبح كبير السوق بعد وفاة والده. تشرب كاسين ومونون ولا شفت منام وجاي تحكيهولي؟ وبعد موت المعلم حسنين كبير السوق